صلاح في البحر الأحمر. بنفتح عليكم تتمرنوا على البحر. جالك مكالمة من واحد صاحبك بيقولك الحق الصحافة دخل عليك. أخ عرفوا مكانك. بس مامان رامي معلمة مزبط لك خروبة. وكروزن بيبي هربتوا أوام من مرسى شقين قلب البحر، ومرة واحدة هجم عليكم قراصنة بيثبتوا المركب. واحد من قراصنة لقطك وقال الحق رجالة ده محمد صلاح في القبطان لف وقالك اقفل بجدك يا صلاح. غطست في المية وأول ما بدأت تاخد نفس النوة قامت، لقيت حتة خشبة طلعت عليها، حسيت بحاجة في جيبك، تليفونك بيشر مية من كل حتة، بس لسه في نتورك. فودافون دبلت الشبكة في كل حتة في مصر، مع بعض أقوى.